مرحبا متابعينا، أنا الدكتورة الصيدلانية روان عبد السلام، راح أحكي معكم هلأ عن الآثار الجانبية للمسكنات. طبعا المسكنات تؤخذ لتسكين الألم، ولكن ينبغي عدم الإسراف في استخدامها. الإسراف في استخدامها بسبب لنا الكثير من الآثار الجانبية، من حدوث جفاف بالفم، الشعور بالنعاس، الشعور بالدوخة، كمان بسبب لنا الاضطرابات المعدية. هلأ عندنا الباراسيتامول اللي هو من أكثر المسكنات سيفتي وأمان، ولكن كثرة استخدامها بتسبب مشاكل في الكلى والكبد وممكن تسبب لنا السمية. كمان عندنا النون ستيرويدال أنتي إنفلاماتوري دراجز، الإفراط في استخدامها ممكن يسبب لنا مشاكل قلبية، ممكن تسبب جلطات قلبية وسكتات دماغية، أو ممكن كمان تسبب لنا نزيف بالمعدة وتسبب مشاكل قرحة في المعدة. كمان عندنا المسكنات الأفيونية، كثرة استخدامها طبعا زي ما بنعرف بتسبب لنا التعود والإدمان، كما أنها بتأثر على التنفس وعلى ضربات القلب وممكن تسبب الوفاة. وبتمنى لكم دوام الصحة والعافية. وزي وزي شيء من كل شيء.